السلام عليكم احمد او شونغ اكس بونغ. اخيرا الله يمسيكم بالخير. معكم سويح الرئاسات شخصية يتحدث الان في هذا اليوم الموافق السبت الواحدة ميلادي من الشهر الثاني ذو القعدة. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. كيف حالكم وش مسوين وش عاملين وكيف الدنيا معاكم؟ عساكم بخير. طبعا قلت لكم انا قبل امس يوم السبت بيكون بث خفيف لطيف، بنسولف مع بعض وبنغير جو عن المعتاد وعن الالعاب اللي نلعبها الباقيه. للي ما يدري انا الان البث اللي ببثه بيكون طويل وبيكون منوع، نلعب جراند مع الشباب، بنحول بعدها العاب ثانيه، فاذا انتم فاضيين حياكم الله ومرحبا مليون. الان انا بلعب بالسيرفر اللي عندنا، لكن عشان تكونون بالصوره ما راح الزم اي شخص بسيناريو معين. يعني اذا قابلت مجه ولا قابلت سي اي ولا قابلت ناصر ولا اي احد من العيال، يا اخوان لو سمحتوا لا تحطون حساسيه في الموضوع، يعني اللي بالسلسله على عيني وراسي. لكن برضو الان يعني اللي بنلعب الان كيف اشرح لكم، يعني مو مربوط بالسلسله، يعني مو مجه ما تشاب مجه الحين هذا وش يبغى؟ ممكن مجه حقد علي يبغى يشيلني الان قدامكم في البث ويخطفني ويطلب على ظهري 20 مليون بس يعقب ويخسي. وبرضه الكلام مع الشباب الباقيين الموجودين بالسيرفر، انا ما ادري الان مين الموجود، لكن العلم الوحيد اللي انا اعرفه ايش؟ ان ناصر ينتظرني. ناصر ينتظرني، متعاود انا وياه بالمزبن السري حقنا الخايس اللي لقيناها اليوم. الله يخارجنا، فتح يا علي. هونا بسم الله ها، فتح يا علي، ما بدينا حتى السلام ما خلصنا. يلا يا كريم. مرحبا مليون، مرحبا مليون، ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله جميعا. مين ضيفنا؟ مين ضيفنا؟ مين ضيفنا؟ مين ضيفنا؟ ومن غيره؟ ومن غيره؟ ويلكم يا تميم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بيض الله وجهك على حلقة جراند ومتحمس للجاي. الله يسعدك يا حبيبي، وجهك أبيض يا تميم يا عيني. ابشروا بالخير إن شاء الله. نصر نصر تفضل البث ها، تفضل البث ناصر، رول بلاي الحين كذا، رول بلاي ما نخالف ابدا، ما نحط شيء، ما نسوي مشاكل. طبعا للي ما يعرف يا عيال شخصيات، اول شيء الله يسعد، شكرا يا تميم، عطوا قلوب يا عيال، الله يعطيك العافيه يا تميم، شكرا على الريسب يا مودي، شكرا على الريسب يا حمودي، ويعطيك العافيه الاربع شهور يا عيال. للي ما يعرف ترى العيال عندهم شخصيات في جراند او في السيرفر حقيقيه، يعني مثلا مثال شفتوا بدر؟ بدر خوينا افضل واحد يمثل. بدر تراه الوزير بالسيرفر، المعلومية بدر الوزير بالسيرفر، يعني ممكن إذا صار مشكلة ما عاد في بدر، وينك في بدر يكلبشك على طول. عموما حياكم الله، ما ودنا نطول، أنا والله العظيم إني صاحي قبل تقريبا ساعتين ومروق، مش تدرون إيش اللي ناقصني؟ ناقصني شاهي. فعشان كذا الآن على بال ما نقابل ناصر أسوي اتصال سريع، بكلم الشباب اللي تحت، فيصل يعني يضبطني بالشاهي. حياكم الله، فبثنا بيكون ان شاء الله ينال على اعجابكم، عباره عن سوالف وطقطقه. فيصل لو سمحت شاهي سكر زياده يا اخي، تكفى تكفى والله اني جالس ابث، تكفى والله العظيم اني اضبطك زي ما وعدتك امس. يلا تكفى، يلا ترى انتظرك ها، ترى انتظرك، شاهي سكر زيادة وخلي حار، لو سمحتوا حرك السكر زيادة عشان يضبط. يلا ننتظرك فوق. حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ يعني عودوني، ترى انا انشبوا لي احمد بث جراند، لا 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 تقول امزح امزح، بس شوفوا ترى من الاشياء اللي للحين ما تغيرت عندي سواكتي زفت هذا واحد، وما الله يستر ايش ذا بنفسجي، اعطوه باند هذا اللي حط المصحف كله بالشات. لا 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 من اللي هذا يحط، بس ترى بحطه جست سبسكرايبر اونلي يا عيال. طيب خلنا نشوف المكان السري، انا وناصر اتفقنا عليه امس يوم الصبح، ناصر كنا نلعب يا حبيبي صيدوه هذا. طيب المكان السري حقنا، كنا نطلع من هنا في محطه، هنا في محطه، المحطه حقتنا وين هي؟ اذا قلنا المكان السري خلاص هذا مكاننا السري، بس ما عاد بيصير سري الان، والله انه ما عاد بيصير سري، هو هذا اتوقع انه هذا، ان شاء الله نمد المحطه، المفروض انها هنا. يلا يا ناصر انا جايك ها، لا تطلع البث اصر البلاي، اتكلم باللعبه يعني. تبون ارفع الكام فوق يسار عشان تطلع اسماء اللي يتكلمون؟ اني الان الكام وراها على طول اسماء اللي ناس تتكلم معي، اسلحتي اموري معي.
كل شيء معي ان شاء الله. حياكم الله جميعا ومنورين يا جماعه، وابشروا ابشروا باذن الله اني بحاول اكون الاسبوع هذا والجاي عندنا هنا بالبنك المركزي لكم. خمس دقائق بابا نويل بتموت معنا شخصيه مهمه. الزبده ان اي شخص الان موجود بالسيرفر ترى بنشبك معك في السيناريو حقك، يعني تسرق بنك انا باجيك بسرق معك، كل شيء تسويه انا بشارك فيه. لا يا احمد مكانه حلو، انا عشان ابي اغير عشان تشوفون الناس اللي تتكلم انه ما راح يطلع لكم فوق، لان في شخصيات جديده بتشوفونها بالسيرفر ودي تعرفونهم. لان بنبدا خلاص نعطي مجال للكل، اللي يبغى يدخل معانا اللي يبغى يشارك عشان يكون منوع. زبده انا نطلع برا المنطقه الامنه، خلينا نطلع الشوب ان شاء الله ما حد يهمني بالخط. واي شخص بيجيني ستريم السايب انا اللي ببندك، ترى ما بطل احد يبندك من الحين اقول. الله يكفينا الشر، الله يكفينا الشر العموم، الله يخارجنا فتح علي ما ابغى اموت الحين. لا لا دقيقه طيب اكتب شيء في الشات يا نواف عشان اعطيك موت. ايش السالفه؟ ليش الكل برا المنطقه الامنة؟ وين عش لي ورا ذاك؟ ودي اخذ لي واحد سفري وامشي. السلام عليكم ابو حمد. ارحب. هذا تبونه اللي طايح ولا اخذه؟ لا لا ابيه. يلا خلاص مصر بجيك بدي نروح ناخذه مره ثانيه. العموم هايج برا. لحظه وين المكان؟ المفروض انه هنا ولا؟ ناصر اذا هجت معايا. نواف اصبر خليني اعطيك مود. وينك انت؟ سلاش مود. يا رب ما حد يجي يهددني الحين، يا رب. والله ماني ناقص بداية البث القم. اي نواف. يو هذا اوكي نواف ضفتك. بسم الله. ناصر طريقي صح؟ هو في محطة هنا بس أنا ما أدري وين ذي المحطة. ناصر رايكونها ما هي بالسيرفر عندنا موجودة، ها؟ احنا المزمن لا الظاهر لا لقيت خلاص هذا هنا باذن الله اني بحصله باذن الله. المزبن حقنا قلنا عند برج البقر، هذا هو حق البقر صح؟ هذا هو حق البقر. ايوه تدخل كذا تجي من هنا. بس وينك ابن الذين؟ مرحبا وين سيارتك؟ ها شكلها شاد يا ولد. والله يا ولد اقول لك 30 ساعه صاحي ولد اغسلت وركبني مكيف بارد تكفى مكيف موجود. اركب وطالبك اسمعني. ايوه كيف جيت هنا ناصر؟ ها نطلني واحد من العيال كان يمرني من بيه. والله نطلني ولا مر من ساعه قطني هو ومشبه وكان رايحين جاي من المدينه الثانيه. دقيقه وش ذا اللبس يا الكحيان يا الشحاف؟ وش تسوي يا ابو جمعه؟ لا اسكت شوي. عندك الاحبال الصوتيه فيها مشكله. وش جدولنا؟ صوتك يقطع حتى يقطع. خذ هذا اللي هذا على الطريق ناخذه. شوفني طاير فوق. لا ما اشوفه. الله اكبر مسعف، اتحداك اذا ما كان مسعف. رحله مسعف. مسعف تحدي رهان. يلا تعلم وزاره الداخليه مهمات عن مجرم عن وجود مجرمين تطلب مواطن، والان القسم والشرطه والقوات الخاصه المتابعه للمدينه الاولى متجهه اليكم للتفاوض الى ما اتخذ اي اجراء مقبول. خلاص هذول عندهم مشاكل. مسعد الزمن ناصر ترى احنا ناصر عندك جي كلاس، انا اذكر ورش جره هنا باقي موجوده عندك. ايوه نزلني الحين يجيك. نزل يلا نزلني ورش جره صح. لا تجي هو يجي بس جي كلاس. بس اصبر خليني اروح هناك ويجيك. طبعا احنا رول بلاي 1000 ما نخالف ابدا. يعني احنا عندنا اماكن نخبي فيها اشياء. اي هذا هو حصلته. هنا تبعنا ذا حصلته. ايوه شوفه احمر. كنت ادور يا ويش جابه هنا اسوق انا. يلا عاد الله متنا. والله ان اكبر غلطه سويتها هذا الليله لكن مو مشكله. اركب يلا مو مشكله. الموت كان هنا ورا الدرك. يا تقول لي جدولنا ايش؟ الجدول عندهم اللي هنا ناخذهم على الماشي. سفري اي واحد نلقى ناخذه سفري. سفري اثنين ثلاثه تبغى تطلع باص ناخذ 30 عادي. طيب واذا هم اللي لقطونا؟ كم واحد يعني؟ كم واحد في المدينه؟
الله يخرجنا ذا اليوم يا ساتر، مليانه مليانه خير وبركه من رب العباد، يمدينا نجمع 14 واحد. ها نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع انك شكلك دقيقه بس خلني اتاكد من اصابعي، خلني اتاكد من ايمي هو دقيقه خلني اشوف الايم هو كويس ولا الايم كويس. يا ولد السالفة يا ولد العالم، هنا من اول ما طلعت متمدرحة. الله اكبر كثيرين ترى مرة. هذا دحوم اخوي، دحوم اخوينا. انا اسف اعتذر منكم. لا اعتذارك هذا توفر الله يعافيك، تصدم لي اخوي في الحقيقة في اللعبة هنا ما انت باخوي. اجل انزل ارفع يدك، انزل 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 ارفع يدك في ثنتين. الله الله ارفع يدك. لا 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 لا. يلا انزل احسن. ها كفستك. روح جيب اتكلم وانت ميت، انزل يا ناصر كلمني. لا تكلم وانت. هذا يطلق علينا ليش؟ لا مو بعلينا مو بعلينا مو بعلينا مو بعلينا مو بعلينا مو انا عارف عارف هذا مو بعلينا ما بقصدنا يا اخوي، ما هو بقصدنا يا اخوي. ترى هذا هو اللي فجرنا مو بحنا فجرناه تدري. يا ولد العالم قاعد تموت، قاعدين يذبحون بعض الناس. العالم في تسي. وين الشرطه وين الحكومه وش ذا؟ خلينا نرجع المدينه. وين الدوله؟ بدر موجود، هو الوزير بدر صح؟ بدر ما هو موجود عشان كذا في تسيب. انا اروح الحين استلم الدوله، ايش في يا ابوي فوضى هي؟ الحين نمشيهم سيده. هد 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 ما عليك سواقه في الجيب. احبالك الشوكيه يا ناصر، احبالك الشوكيه من السرعه، احبالك الصوتيه من السرعه، سريع انت مره ما شاء الله. شوف لنا الوزير وينه والشب وش ذا؟ والله العالم برا متمدرح هذا قاعد ذبح بعض كثير. تسيب 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 والله. كل مره الحديقه الملكيه فاضيه. طيب الان عندهم هم خطف سرقه بنك، نروح لهم ولا نروح القسم؟ عز الله شكلنا احنا بنروح القسم، ونصير نروح القسم يمكن نلقى لنا عسكري طارق. عسكري تعال خلنا ناخذه يا عسكري. هذا هو. السلام عليكم عسكري، والله فاتك ما شفت ايش صار. كيف حالك عسكري؟ الوزير وينه؟ الوزير وينه يا طويل العمر؟ مسافر توقع عصر. في نزهة، في نزهة. وين مسافر؟ وين مسافر؟ الخطة في نزهة ناصر شنقله. وين الخطة؟ وين 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 ال وين ال وين مسافر؟ وين مسافر؟ أنا وديك عنده، وديك عنده. وينه وينه؟ تبي تاخذ إجازة؟ نودي عنده، نودي عنده قريب هو. ندله احنا ندله في جزر المالديف. الحين نروح لجزر المالديف. اصبر جهز لنا اعلان الفحم كذا طازه، اعلان طازه يا عسكري. مسحوب منك الراديو اسمعني. تمام بس خلني اكل. لا ممنوع ممنوع منك اي شيء تسويه الان، بس تجي معانا بموت بس هذا كل شيء. لا ان شاء الله ما تموت، اودك انت ذا. اوه الشباب مجتمع هنا يا ناصر. احنا جيب احنا دقيقة. ومن الباب الخلفي، من الباب الخلفي، من الباب الخلفي، من الباب الخلفي. طيب بس وقف لينا، وقف لينا. ايش تبغى نسوي؟ نبغى ندخل عندهم نقول لهم نجيب لكم عسكري وناخذ 5 مليون. طيب يا حمار في ناصر، في ناصر مخطوفين داخل. خاطفين؟ هي 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 تعال تعال عندي خطة، عندي خطة، عندي خطة، تعال تعال تعال. حمار انت؟ خل هذا معك، بروح اجيب هذاك واجي. تجيب من؟ الثاني اللي جوا ونسوي عليهم سيناريو برا. ناخذ بدال يروح جيبه، سوي له سلاش كيري وتعال. انا انتظرك هنا. ربي ما يشوفني يا ربي، ما يشوفني يا ربي، ما يشوفني يا ربي، ما يشوفني يا ربي، ما يشوفني. شافني؟ ارفع يدك. ايش سويت انا؟ انا جاي هنا ايش السالفه؟ ارفع يدك الله يعافيك. ايش سويت؟ ما سويت شيء ترى. وايش كنت مسويين بالعسكري؟ انا جاي هنا في سينما حاضرين بنحضر فيلم. يمكنكم تحتاجونه. ما قصرت بس عندنا مداهم عشان كذا. ايوه عشان كذا جبنا لكم بسرعه. احنا سيبنا الاعلان، احنا عشان كذا جبنا لكم. وليش دعوه؟ خلاص الله يحفظكم، ما تقصرون دائما، ما تقصرون دائما مع المواطنين. يلا مع السلامه. الله يلعن ام الغابه. هذا نواف، هذا نواف ترى. نواف ترى نواف. امشي امشي امشي. يسمعك. يسمعك. كيف شافنا يا ولد؟ اسمعني. اسمعني، خلنا ناخذ واحد، خلنا ناخذ اثنين منهم، كل واحد واحد. امشي امشي يطلق عليك. يجي شافونا يطلق على اللي جنبي، انا ما سويت شيء. السلام عليكم. ما يبغى مساعدة؟ نقول لهم احنا جايبين لكم عسكري. افتوا سريع. لا 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 رول بلاي الحين. بعدين افتوا عارف متى استخدم. خلنا ناخذ انا واحد وانت خذ واحد وننحاش تكفى. طيب اسمع، قول لا اله الا الله ناصر. حق لا اله الا الله. حسابي الان 333 مليون. لو ذبحوني ولو السلام عليكم. وعليكم السلام. ابي اروح اودع الشباب. ايش في البنك عندهم كلهم بودع. لا 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 مو عندهم حمار انت. ابعد من البنك. خلنا ناخذ المرسيدس، خلنا ناخذ المرسيدس، خلنا ناخذ المرسيدس. لك خذ لك واحدة وانا باخذ لي واحدة. انا ابغى السوداء. اركب 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 اركب. الله يسعد امك. دقيقة خليني ادور، دقيقة اصبر. اركب اركب ما يمشي.
حبيبي حبيبي ممنوع ممنوع. لا لا ما ابغاه انا ما ابغاه انا باخذ موتري. لا خويك والله ما اعرف هذا بروح الحق بروح الحق. انا رئيسه من الدوله. تعال 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 خذيتها. طور شوف امشي طور بودع فلوسي. تعال بودع فلوسي تعال والله تذبحني انت قبل لا يذبحوني هم. هنا في بنك والله عندهم بنك بس لا شكله مقرعي. الله يلعن ام الغبنة. وش ذي السواقة يا مواطن؟ انزل وارفع يدك اخبت عارف تسوق. انزل وارفع يدك. ابشر 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 ابشر. عندك 10 مليون؟ اي عندي. عطني اياها خلص يلا. جدي السابع عنده. طيب انت جماعة عندك لا الله لا ممنوع ممنوع. عطوا كذا عطى طلب تعجيزي وانت في راسه. ان شاء الله انه في بنك. اودعوا يلا نروح بس في بنك هنا ولا ما في؟ دور وين المدخل حقهم؟ يا ناصر هذا مقر عصابة يا ناصر. طيب مشينا خل نروح لعندنا يا اخي بنوكنا نعرف احنا. مين انت؟ مين انت؟ ابون قعب كلمني يا نستا. اكلمك نستا واكلمك تويتر واكلمك واتس واتصل عليك واقومك من النوم وكل حاجه بس كذا. الله يسعدك شكرا يا حبيبي. الله يسعد امك. اسكت. شكرا يا تاج راسي الله يسعدك. دقيقه يعني افتح افتح عشان ادخلنا مقفل خلوا شات مفتوح. هذا من ذا؟ ترى الجي كلاس داخل قفلها اضغط اف 3 خلاص قفلها. امشي امشي امشي. ابغى احط 300 مليون في البنك لو سمحت. اوديك اقرب بنك الان. روح المنطقه الامنه طيب عشان ما حد يجينا الان. سريع روح ناصر. ما حد بيجي ما حد بيجي ما عليك. الله يسعدك يا تاج راسي. ابشر ابشر. لو تكلمني تويتر احسن والله لان انستا زحمه مره عندي. اوه شباب موجودين. اسمع عندي فكرة جت براسي ناصر. اصبر اصبر. وش هي؟ نشتري لنا مقر عصابة. يا ربي كم تشتريه؟ بفضل الله. يا اخوان من المسؤول عن شراء مقرات العصابة؟ ما دام معي 300 مليون. الله يخرجنا. يا ويلي احبك يا اخي زاد. قول ناصر احبها وايد. والله يسعدك يا رجال. الله يسعدك يا تاج راسي. شكرا شكرا والله العظيم شكرا والله العظيم شكرا من عمق قلبي. الله يسعدك يا تاج راسي. الله يعطيك العيال. حطوا لك وين الشاي حقي احمد يا ولد؟ في واحد هنا ممتاز. ايوه هذا انسان ممتاز اسمه رياض. هذا الله يسعده. رياض والله انك اها الله يسعده. سالم قده على الطيب وارد لا يشرب النيدو ولا يرضى عدد يقلط على ما يقلط النب واري عدواني. ابو خلود ارحب تراحيب السيل. ارحب يا ابو خلود تراحيب السيل. شكرا على اللي تقدم. الله يسعدك يا خالد يا حبيبي. يا عيال انا في راسي الان مدامني مطنوخ اطق لي مركز عصابه. الله يقطع شيطانه. اخذ لي مركز العصابه حق سي اي ورواف. عندهم مين مكان جامد سي اي ورواف بدري مجه وعصابته. فايش رايكم نروح نشتريه؟ تبون نشوفه قبلها ونداهم عصابات. ترى في الان مداهمه عصابات. حدد حدد ناصر. شوفوا بوريكم. هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثه هذا اربعه هذا خمسه هذا اتوقع لا
هنا ستة، هنا سبعة. تبون نطق لنا بواحد بس ما ادري كم اسعاره. ابي اكلم فيصل اخوي الان. نواف نواف الحق 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 نواف نواف. هلا هلا هلا، السلام عليكم. هلا وسهلا، تعالوا اركب معنا تركب معك نواف. تعال المطار هنا نواف. نزله نزله يا ويلي، قسما بالله لا اكلمك، والله العظيم لا اكلمك، خلاص خلاص يكفي. الله يسعدك، شكرا يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. الله يسعدك، شكرا، الله يسعدك، الله يسعدك. ترى يعض صدق يا احمد خشي. ايه يعض، خله يعض، قاعد يدفع ذا. الله يسعد، شكرا، الله يسعده يرفع قدره. نواف كيف الحال؟ الو نواف، هذا نواف وينه؟ سحبت عليه ما مر. الله يرجك، ارجع ارجع. ما شليت ابوها ابراء بجيبك؟ لا المفروض يركب معنا. ما معنا موتر حكومة، تكفى يا ولد، موتر حكومة. ما عليك، ما هو باين، ما هو باين، ما هو باين. ايش شوف صدام قدام، وانا ابغى فلوس ارجعها. ما هو باين، انا عارف انه ما هو باين. هذا هو، هذا لا، هذا مو هو، مو هو، مو هو، مش ما كأنك تشوف هذا. الله يلعن شكلك، جايبنا عند مركز الشرطه يا اخي، حمار انت. انت اللي تسوق، انت اللي انت تقول ارجع يا غبي. يا اخي سوق ابغى صوتك احبالك الزفت. احمد ترى انت بالدنيا عندك مقلشه، تدري ليش؟ اشياء كثيره تذكرها، المطبات حقت الحديقه والسياج اللي في النص، هذه ما هي طلعت لك صح؟ تخشي. ايوه عشان كذا انت قاعد تدربي راسك وانا قاعد ادرب. طيب دق لنا، دق لنا على على واحده من العصابات اللي موجوده. خلينا نكلم نواف، تجيب لنا واحده من العصابات نبايعهم. نبايعهم، نبايعهم بالشراء. خلينا خلينا ندق، خلينا ندق على نواف، خلينا خلينا ندق عليه. عندي اسانسير، تبغى تجيب الاسانسير؟ موجود الان، جهزوا. الله يخارجنا، دق عليه شوف وين عشان مره. بالاسانسير، بالاسانسير جيبه. لا لا، روح لنادى، اخش عليه الغرفه السريه وروح قول له تعال وينك. شوف هو واقف ينتظرنا قدام، ينتظرنا. كلمته في الشارع، نص الشارع، شوفه شوفه جالس ينتظرنا هو من اول يا اخوي. خلوني يا عيال، خليني اخلص البث وابشر. الله يسعدك على تسوي، والله الله يسعدك. $500 بعشر دقايق، هاي عشر خمس دقايق. الله يسعدك يا يا شو اسمك ابو عوضة. شكرا يا حبيبي، الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. اركب يا نواف. سؤال، ليه تخليني قبل شوي يا عيال؟ خلاص احنا اسفين، ناصر احسب اشلك، اركب. يلا نواف. ناصر احسب اشلك، يبي يحطها في ناصر، هو اللي كان يسوق. نواف عندي الان 300 مليون. حلو، اوه 300 مليون كويس، ما جاوك هيئة الزكاة وخذوها منك. ليش ممنوع الفلوس الكثير؟ اي ممنوع، والله ما اعطيهم، هذه بدل بدل شغل للبلد، الحكومة حقتكم. اسمع اسلم، الله يخارجنا، ظهر الموتر بنزينه خلص. ابغى الله يقطع في بنزين، ابغى اطلق، ابغى اطلق مقر عصابة. وين بروح؟ بروح اشتري، بكلمهم. اطلق مكر، اطلق 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 دقيقة، ابغى مقر في مهبط هليكوبتر. مو موجود؟ لا لا لا، اتوقع والعلم عند الله عز وجل يا استاذي الفاضل احمد ان المكرات ما تبغى تطلع عندك الان. ليه؟ اي والله ما طالع عندك، لان أيوة. انت يا احمد جالس تخترق ال 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 يعني تخترق اشياء. انزل على البنزين، انا اعبي لك، انا اعبي لك على حسابي. صدق بعبي، انا عندي هنا خصائص التعبئه شباب. اليوم هذا خصائص التعبئه، اسمع، تروح هنا بعدين تروح عند خصائص التعبئه هذه، عند اللي عندهم اللي يستخدمون ال سالم قده على الطيب الباري، ما يشرب الميدور ولا يرضى عن تقلب على ما يقلب نظوري. ابو حميد، من هذول؟ من هذول يا عيال؟ هليكوبتر احمد سيئ سيئ. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عند الله، ما شاء الله تبارك الله. وين امشي الله يشغلك يا اخوي، انا بس طاردك في المدينه استبغى الحين جاي الحين. ايش تبي انت؟
يا اخوي ما بيك انا ذا طب من الكابتر ابيه. ما شاء الله تبارك الله طب من الكابتر يعني 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 ما انت قاعد تلحقنا. لا لا سي اطلع منها يا سي ها ما ابغى اشوفك اليوم كامل. يا اخوي بروح ابيع ابيع ناس ماني فاضي تشتري بيع. تشتري تعال 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 دقيقه روف تبيع وادم روف هلا هذا روف ها ها الو روف ايش قاعد تسوي مع سي ها ايش قاعد تسوي مع سي ها طيب مو بشغلك مو بشغلك مو بشغلك روف لا ترد عليه لا ترد عليه اركب 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 يا ناصر اركب اركب وين هو فلان كذا نظام تشتري انقله ما ابغى منك شيء يا رجال تراك تعرف هذا تراك تعرف هذا من هو ذا ما اعرف هذا مين؟ واحد اقلق امنا قبل ما يدخل الكهف هواني بالله طول العمر هواني كت كت شو الله يسعد الله يسعد والله العظيم شكرا يا تاج راسي الله يبيض وجهك على اللي سويته يا شيخ شكرا على 700 دولار 750 الله يسعد سعادة بدية يا شباب ادعوا له بالخير ادعوا له تكفون ادعوا له شكرا شكرا الله يسعد يا حبيبي وبيض الله وجهك ولاهم ماش ماش ما وراهم بيع مشتوى ولا مش مش الله يعطيك العافية تعال 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 دقيقة بإذن الله اني اجيك انستا اكلمك بإذن الله يا رواف تذكر ها خليك قده خليه يفيدك سي خويا انت بتشتري ولا ما انت بشاري طيب ما احنا ما نبي نشتري هنا احنا نبغى القرد حقه نبغى القرد حقه تذكر القرد حقه اه انت عرفته ايه نبغى القرد حقه وين القرد حقه اجيب لك كم والله تجيب لي القرد اجيب لك ما شاء الله تبارك الله دقيقه بسلاحه ايوه جيب لنا جيب لنا القرد ها ما شاء الله تبارك الله جيب لنا هو القرد نبي نشتري ما معنى موت ترى تبي نشتري اركب القهر اركب لا 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 مسلم ابعد مني انت يا ابو حميد تبيع السياره خذها يا رجل تفداك والله خذها لك العافيه شكرا لك الله يعافيك والله انك تعال تعال خذها الكرد خذها الكرد سوي تبديل مواتر تجيك اشواط يا رجل وين راح خذها مو فضولي مو وين راح ما اتوقع انه مخذاه يا ابوي موترك ما يمشي يا ابو حميد باقي عليك خذ موتر خذ موتر مفتاح تاخذ موتر الله يخارجنا يا الربع يا عيال تبون جراند علموني والله بمثلكم بس كذا السالفه امزح 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 بسوي اعلان يا اخي الله يسعد امك انت وابو منصور طيب الله يسعد امك والله الله يسعدك والله شكرا لك تجنبوا هذا يا شباب ايش صاير ناصر نزلني ما شاء الله ناصر هذا ما لي معنى لا ناصر عيب عيب شنو شنو دقيقة يا عيال بسوي اعلان ناصر ابعد منه جت الشرطة يا اخوي حرك ناصر حرك حرك تعرفه ايه صديقي ذا هلا 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 يا مواطن انا بسوي اعلان الان العصابات كلها اللي يبغى يبيع مقره يجي يكلمني اعلان خاص لعصابة ألسن لا ما عصابة ألسن عفوا اعلان خاص لعصابة دارك سول اعلان اعلان قاتل ماجور اعلان قاتل ماجور حبيت الاعلان هذا غير مسموح ليش ما اقدر اسوي اعلان قتل ماجور نواف وينك هذول قطوني هنا ومشوا ما شاء الله في كراج هنا هذا الكراج حقنا ناصر بسوي اعلان قتل ماجور يا شوف هذا شوف هذا ايش خله اسمع لا نصبر اصبر 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 بالله ثواني اصبر بالله ثواني اعلان ذا بونيشر اعلان خاص ذا بونيشر اعلان ذا بونيشر اعلان البحث اعلان حاكم عن الاداره اعلان وزاره العدل اعلان قاتل ماجور اعلان وايد دايمون هذول اسماء عصابات الظاهر ايوه صح يا ذا اعلان اسماء عصابات طيب ابغى اسوي اعلان اعلان حرس الحدود اعلان بلاك ماركت انه مو اعلان نواف صح يسوي اعلان بلاك ماركت
نواف مريت مريت نواف معنا موجود موجود معك نواف بسوي اعلان لجميع العصابات كيف يلا اعلان بلاك ماركت وانت مين بس يتوجهون علمني ما اقدر اسوي لي اعلان اكتب فيه الى اي عصابه تبغى تبيع مقرها الان التاجر سويح الرئاسات والاستاذ ناصر موجودين في الخدمه الان قل في تاجر يبغى يشتري منكم ويبغى يشتري عصابه كامله ايوه كذا على طول العصابه كامله وبعد ما نشتري عصابه بنهجم على عصابه ثانيه انا واقف عندي سؤال اقدر استولي على مقر عصابه معاذ قاعد يكتب اصبر لازم يكون عندك مقر عصابه فلازم تسوي الخطه الاولى الحين يعني تجمعون. يعني اذا يعني اذا شريت محل اذا اشتريت مقر عصابه اقدر اني يعني بقوتي اخذ المقر الثاني صح ابد تقدر بقوتك وارادتك تروح تطب عليهم ممتاز الى اي عصابه تبيع مقرها الان التاجر يبيع رسالات وناصر موردين من بلاك ماركت وين البلاك ماركت ودنا ورا حددنا عليه لا نبغى نروح مقرهم يا اخي يرسلون لنا مقرهم ايش وحنا نروح لهم ايش نروح نتفق اول شيء لان كذا انت بتتمشور ليش تتمشور يلا صح ايوه صح. في راحه التاجر اوكي ممكن نقدر نشتريهم كم اسعارها هي تقريبا كم يعني حدود كم ايوه المقرات 10 مليون 20 10 مليون 20 يا عيال بقاله تمام مقر عصابه 10 مليون يعني تصك 300 400 ايش سبحان الله اي 300 400 ايش فيكم 300 الف اي مليون الف مين في ذمتك انا مو والله غاليين والله غاليين عليك عليك هاي فلوس انا عندي هنا عندي مشكله بصريه في البلاك ماركت ايوه عشان كذا انا اقول لك سو انفصال مخ ورجع لنا ساعة عشان تشوف المقرات برضو يا شباب بنفصل مخي عشان نشوف المقرات ونشوف كل شيء تعال نواف الخطة كالتالي نشتري مقر ونشتري العصابة اللي فيه وندهم مقر وناخذ المقر الثاني ونمسك المقرات كلها في النهاية يطلع المقر حق سيء وجي جي الله يسعدك يا والله ما شكرتك على الزين شكرا يا اي جي توتو انا يعني اعتذر لاني مركز ما ابي البث يطلع مزعج للشباب اللي هنا موجودين فالله يسعدك ترى اللي تسويه هذا جدا يعني يعني الكثير فالله يبيض وجهك شكرا لك على دعمك والله لا يهينك وبيض الله وجهك شكرا يا خالد مره اخرى شكرا يا بوك على الدونيشن شكرا يا زيد على الريسه باربع شهور شكرا يا سليمان على الريسه باربع شهور عليه الصلاه والسلام شكرا يا حمود كيجي على اربع شهور شكرا يا ريان على السبسكرايب شكرا يا ناصر على الدونيشن يعطيكم العافيه يا عيال انا بالشات مفتوح لاني قلت انا اني ابغى اخذ مشوره الجميع فخلوا الشات مفتوح على الاقل اول كم بث من الجراند بعدين انا بقفله افتحوا الشات يا مشرفين لو سمحتوا لا تقفلونه عشان نحدد مع بعض لان الان مكاني بنروح بنقابل عصابات العصابات هذه عندها مقرات فممكن تكون احد العصابات يعني نعرفها كلنا فاحتاج رايكم بعد فيه في النهايه نتعاون معهم نتحد معهم نسحب عليهم ما تدرون من الشخصيات اللي بنقابلها فهمتوا قصدي بس هدوا بالشات لا تسوون سبام يعني خلوا كلامنا موحد على نفس الموجه تعلن الداخلية عن مداهمة إيش؟ تعلن الداخلية عن مداهمة بلاك ماركت؟ ليش؟ إيش مسوين العيال؟ ما أبغى ألعب فورتنايت، ما أبغى ألعب فورتنايت. ليش الداخلية بيدهمون بلاك ماركت؟ ابو حميد بالله وقف ناصر اركب ايش في الداخليه بتدهم بلاك ماركت ليش ها ما ادري ما ادري عن امهم ايش يبون ايش دخل امهم طيب لان شيء غير قانوني فهمت والله غير قانوني سوءك معلش ساحه مطبعي او جو ناس السلام عليكم طريق الربع طريق السلام والله حياك الله السلام عليكم طيب ايش في حضره التاجر هذول عصابة امبتي سولز او يعني له كلمة عصابة امبتي سولز وهذاك رئيس عصابة وايت دايموند شو اسمها عصابتنا الله يطول بعمري وش اسمها؟ امبتي سولز امبتي هذه اللي هي طيب
وانت يا حضره عبد الله. هلا والله يا مرحبا. معي اصابه. هلا ما معهم وكلكم مع بعض الحين. هذا هذا وهذا نجي باكج احنا. طيب هذا وهذا هذا وهذا مع ام تي سولز. ايه وانا واحد معنا. ايه الثلاثة جايين باكج. حق مين انت؟ لحم هذا وايد دايموند. انت وايد دايموند؟ وش الافضل يا عيال؟ وايد دايموند. مهجدين هم مهجدين العصابات، سمعتهم طايرة في العجة اقول لك. طيب اسمعوا، احنا عندنا عرض، احنا عندنا عرض الان للعصابات، ما ادري اذا في عصابات ثانية بتجي الان. احنا نبغى العصابة مع مقرها بخشم الريال، بنشتري المقر وبنوفر لكم كل ما تحتاجونه من مال وبنون. صحيح. لا لا ممكن مال بس بنون، هذا شباب ما هي بعندنا، تحمس الرجال شوي. ما علينا، نشوف لكم موضوع البنون. فالان انتم صميع على موضوع الـ 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 البيع هذا؟ ايه ايه اكيد. طيب المقر كامل تبغون تبيعونه؟ طيب ولا بس كذا؟ تعالوا ثواني. اسمعوا هلا. الان اذا بنشتري، انا ما راح ادفع 300 مليون انت من جدك، فانا عندي فكره حلوه. وشو؟ ليش ما يعني نتشارك معاهم، ناخذ نسبه يعني نفيدهم؟ طيب سؤال، احنا وش بنفيدهم؟ انت بالبلاك ماركت وانت انت ما ارقص عندهم سوي شيء. انا ما عليك، انا المتفاوض. لا يروح ينام، ما في مشكله. خلاص انت وعادي. انا موافق اعطوني غرفه نوم، سرير نفرين بس. طيب انا والله محمد نشم مريحني، احس بحالي. اي والله العصاه شي ساكتين ما يتكلمون كذا، تشوفهم بلا. تبون نروح نشوف المقر حق ثاني ذا وايت دايموند. وايت دايموند افضل، انا اشوف وايت دايموند. ليه كلنا حق مساعد والعيال يا نواف؟ ايوه بالله عليك. ايوه مساعد العيال. طيب مقرهم شو وضعه؟ هذا شو مدخله بيجي ذا؟ دقيقه مجود. هذا رئيس عصابه وايت دايموند. تفضل انت رئيس عصابه وايت دايموند. عبره التاجر. اي نعم. طيب الان انا عندي سؤال، كم عدد عصابتكم؟ كم افرادكم حاليا ولا العدد؟ العدد بشكل عام وحاليا بسرعه. حاليا 2 انا وواحد. حرك يا رجال، ايش عصابه النايمه ذي؟ طيب يا عصابه ديد سول. هلا، كم عدد هذي عصابتكم؟ ما في اي عصابه اسمها ديد سول الله يخليك. هذه الشغاله معكم؟ لا هذه مع وايد دايم. تعالي تبعي هذه تبعي الشغاله، مو مشكله. انا اخذها تبع هذه الشغاله. لا خلاص عيب. وش عيب؟ هذا اخوي. طيب كم عددكم يا ديد سول؟ انتي سول خلاص. انتي سول وايد دايموند اقوى ترى، وايد دايموند اقوى يا ردي. والله ايمك خايس، اسكت. انتي سول افضل يعني، هذا اللي نعرفه. انتي سول هي الافضل ولا؟ وش رايك تدخل الاربجي حقتك عشان ما طلع؟ ابشر من يعني السم. انا لا، انا خلاص طفشت من الاصابات اللي جتني. انت تعرج ولا؟ انا لا لا سليم. طيب الان بالنسبه لمقركم، نبغى مقر على بحر. من اللي مقر على بحر؟ حنا مقر عندنا يخت بعد. وفي يخت بعد. في يخت. والله يا اسلحتكم 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 كلكم اسلحتكم يا عيال. انزل انزل تحت، انزل تحت. السلام عليكم. في مخرج ورا. والله لا يوفقك. في انزل 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 انزل. انزل انا بطلع الباب الخلفي. نوف المزبل نوف. تعال المزبل اصبر. يلا. نصر تعال. بعطيكم سيارة وزبن انتم. ها انا وراكم. طلعوا لنا الجسك الدباب. العصابات دباب. كلها تطلع من برا. العصابات من ورا في مخرج. الله لا يوفقهم، راعين دخل علينا. ليش طيب؟ ما سوينا شيء غلط. وش سوينا طيب؟ ليش يدهمونا؟ اركب ناصر. يدهمون لنا شيء غير قانوني. نزل لي لعن ام الغب. نزل لي ناصر. نزلتك نزل. نزل لي بسرعة. ابعد انا اللي بسوق. يلا سق بسرعة. والله الف لهم من ورا ورب الكعبة افجرهم. اركب بس. يلا. نزل يا ابو نواف. وينك انت؟ هذا ما نواف ذا صح؟ هذا لا نواف. بدي اقول لهم الله يرحمه. اي نواف 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 نواف. طلع سلاح. معي اسلحه كلها جاهزه، اسلحه كلها جاهزه. انزل. كيف يسوق ذا الشيء نواف؟ وين راحوا؟ شكلهم دخلوا عليهم صدق. الله يلعن شيطان يلتفوهم يا عيال. انتوا باقي عايشين عيال؟ هذا محمد ليش طايح ميت؟ اطلع ورفع يدك. اطلع سي فور بدحني والله بموت
بموت والله بموت بصر بموت 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 والله بموت بصر لو بيقول بموت 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 والله بموت افقع 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 ما افقع سيارته ما تموت والله ما اطلع من البلاك مارك تصمل معي فيه زلي 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 تموت الله يهديك فجر يا ناصر بالار بي جي ناصر ما تفجر السيارة صفح يا ابو متصفح متصفح احمد ازمن ازمن متصفح متصفح ازمن ازمن امشي 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 اركب الموتر ربك عدني بموت والله اوح ابعد الله يلعن شيطانك ابعد ساسي 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 مات ناصر وينه ناصر وينه ناصر عنده 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 هناك هناك ناصر 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 كيف جو الحين عشان اعلاننا صح ايه اركب 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 انا شحري داخل واخذ اي واحد منهم سفري الحين جاي انا لي اصابه طفيفه بس يمين يمين ناصر شغالة مايتا مايتا فكروا فقعوا الباقين فكروا فقعوا والله اللي علق عند البث في الفريش يا عيال هذا ما تبيه لا لا تعال تعال ماني ماني تكلمون باقي في احد ولا انا ضايع الحين شكلي ضايع والله خلاص يا مسعف قوم قوم ذولي قوم ذولي يا مسعف قوم ذولي وين وين هذا هذا تشوفه قومه داخل اللي وين ما شوفه هذا هذا اللي برا الغالي اطلع وين الشباب لا تكلم تميت ابشر بسنوش طريق وشو بس نبي ندخل نبي نبيع شو تبيعون ابوي حرك ما في بيع ابوي حرك حرك ما انتوا تقولون تبون مقر انتوا عندكم مقر عندنا مقر وعندكم عصابه ويجي مع هديه ساحر وقرد وين مقركم تعال الحقني تعال انا ما بركب سوق انا ما ابغى سوق انا انا عيد السواقه سي ورب العزه يا سين ايش رايك تركب تعال اركب لا والله ما اركب انت اركب يا رجال بنطيط الحق انا وفرت تركب هو مكان فيه مرتفعات تعال نجي معك روح يا رجال يمدينا ما تنفع لي سيارتكم ما تمشي الاسانسير هوائي اركب معك ناصر وينه ما ادري اختفى وكرس عليك خلاص ما عليك صرمخ الحق وخلي يغدو والله لا افعل خصيت عدم الموت عندهم مقر ذولي صدق طب لا ها ما عندهم لا ما اتوقع ودينا طيب ما ادري بشوف وراء علم والله وراء علم ما عليك يا رجال فيه المخابرات الامور الطيبه شوف كل شيء والله انه وراء علم شيء والله ما وراء الا مشاكل ومصايب طيب وش صار على وايد دايموند الشباب اللي كنا نبغاهم مقر ماتوا والله يرحمهم اصابتين كلهم اثنين وماتوا خله يدس يا حبيبي امشي يا حبيبي بسرعة الله يعطيك العافية. تقدر سير ها تحسبوني بتفاوض معاه مرة ثانية؟ روح اشوف بس ايش عنده. سير وعاي دروس يلا الحين باخذ منهم علم. حبيبي ما في مقرات هنا. ناصر انا ما في مقرات هنا والله انه يسوق امها. تبي نروح ولا نرجع؟ ما ادري شعورك. ادري انت بكيفك. معك سلاح ال 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 ولا ما معك؟ معي معي اسلحة الدنيا كلها. بس ما ادري عنك. طيب ها. وين الشاهي؟ الله يلعن شيطانك يا فيصل. وين الشاهي؟
تعرف وين راح طيب؟ هي هنا يمين. ما تسمع الهليكوبتر؟ شوفه. اي والله انه ما عنده شيء قسم. والله المكان يخوف والله يا والله العظيم انه جاب له مكان مكشوف انه ما عنده شيء والله والله وانا احلف لك. ندور ما ادري بس شو يبغى يروح. انا اقول نصفقه وناخذ الهليكوبتر حقه. والله والله شكلها نروح نبيعها. ناخذها نروح المقر حقنا اللي بنشوفه. وين بودينا ذا؟ ايش المكان هذا؟ ما ادري يعني. ندخل جوا هنا؟ هذه منطقة قتل بدون تهديد. ايه شو وضعها؟ وفي دباب بعد برا هنا صافط. ما ادري ندخل؟ ما ادري انا. ايش رايك انت؟ امس ايش عليك؟ ما عليك. كم صار هالبث؟ ما طولت تو لي. شوي شوي يا ربي لك الحمد لله. فضل الله تخلي ما فيها رصاص. سيل الأموال هذه ما صارت فلوس فيه. ها الو وينكم؟ شي وين جايبنا يا شيخ؟ تبي تعال يا اخوي بنتفاوض على المقر. وين المقر طيب؟ هنا هذا المقر. لا ما علمك مكان المقر، مكانه سري معليش. بديت استعباط صح؟ تبدا حركة الاستعباط حقتك الحين. اي استعباط يا اخوي، المقر سري ما اقدر اعلمك مكانه. وين المقر؟ ابغى اشوف المقر. ما تفاوض وانا ما شفته. ما طيب. تشوفه انت تبي تشتري اشتري على طول واعلمك مكانه. غير كذا يا اخوي حرك. وين اشتري وانا ما شفته؟ ابي اشوفه. جديدة ما تشوفه انت تشتريه، هذا كذا الاتفاق. والله اتفاقك وفره في جيبك يا حبيبي. وش ذا؟ كيفك؟ ترى دليل على ان المقر طيب ومكانه مو معروف. يا نواف تعال ثواني. يلا انا اقول ان ننفض راسه هو خويه وناخذ الطياره ونمشي. طيب اذا طلع كلامه صح، افرض انه صار مسلم وخلاص. ما صار ايش دخل مسلم؟ اقصد يعني صار ما يقدر مسالم ما يقدر. نواف انا معاي 5 مليون كاش الان، اذا مت بيموتونها وانا ما ابغاهم ياخذونها. احمد معك 5 مليون؟ ايه. هذا 135 مليون كاش اليوم ماخذها. اي والله اجي ما اقدر. شوف 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 كيف يطالع، شوف كيف يطالع. اي اقول لك والله انه من اخبث ما تشوف في حياتك الان. لو بس تفكر بس انك تقبل تفاوضه، عطها 5 دقائق تشوف الغدره كيف تجيك. فانا اقول نبعد من منطقتك. في سياره، في سياره ورا. اشترك اشترك في سياره ورا. سمعت صوت. طيب نروح نتفاوض معهم نشوف. اسمع احمد، خلنا نستغبي عشان نسحب كلام. ايه مش تبي نستغبي؟ نقول ليش يلا موافقين نستغبي ونسحب منهم كلام. طيب هذا شيء. وين المقر تقول لي؟ يعني الحين حركة انت وخبيك. ما علمك مكان. طيب يلا خلاص بشتري. وينه تشتريه؟ ايه بس لا تبعد مني، لا تلحن فيني. طيب كم معك؟ وش اللي كم معك؟ كم سعر مقرك؟ وش المقر؟ وش المقر؟ بفلوس المقر. وش بعطيك اياه بلاش؟ ايوه علمني كم تبي فيه انت وبشوفه اذا عجبني خذيه. دقيقة عيد روز تعال بالله. مو خوفني اللي عيد روز. ايوه اين اي مقر نعطيهم؟ تعال نواف اللي فوق الجبل. نواف بسرعة ما يركب يا نواف. ما شاء الله الزيت من وين يا سيه؟ ما يركب والله. ما يمديك ما يمديك ما يمديك. مقفلها ذكي. تحسب مو بحاسبها. غدار ما نسمع. ايه ها صار بترومين. تعرف بترومين؟ ايش فيه بترومين؟ اي زيت. عندهم ميزه تقدر تقفل الكابترات ترى. حلو حلو. ايه خلاص اجل نتواصل بعدين ان شاء الله. لا لا دقيقة انا اشوف نتواصل بعدين. نواف بنروح نجيب لك سيارة يمين. سيارة يمين بنروح نسحب الفلوس وبنجيكم. يلا يلا. طيب من امه كثير. اركب اركب اركب. والله لفجر اذا طار. والله والله لفجر يا نواف. والله لفجر اذا طار. اصبر اصبر خليتي اصبر. ارجع مع الباب اللي وراء. ارجع مع الباب اللي وراء. ارجع لا 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 يوه الله لك. يا ربي كان بيذبح.
يذبحنا يمي كان يبي يذبحنا والله العظيم لو صبرنا ثانية واحدة بس شفت لا كأنك هم خذوا هليكوبتر هذا واحد ثاني ايش قلت لك انا والله انك كذاب تعرف شو القهر لحقنا من هليكوبتر والله لفجر لو جانا والله لو جانا لفجره احمد ورانا ورانا شوف يلعن شكله مزب الناس في السطح الحيوان شوف ورانا ورانا تشوفه طيب ايش الوضع يلحقنا يقرب خلاص خلني خلني بس من يمين هي بس من يمين انزل 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 بالار بي جي اي بالار بي جي بسرعه بسرعه هم بداري روح لف ما راح اشوف شوف فوق 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 بسرعه والله لا يوفقك تكون اركب 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 لحقت لحقت لحق الصاروخ نوف بيذبحني نوف والله بيذبحني نوف نوف بيذبحني نوف احمد اركب بيذبحني والله بيذبحني الصاروخ زق وينك 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 مرني 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 دور علي دور علينا بيطلق صاروخ شيلني شيلني نوف بسرعة شيلني 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 خلاص نوف تكفي نوف تكفي نوف ناصر وينك يا ناصر ناصر وينك يلعن أم الغبن ناصر وينك يلعن أم القهر الله لا يوفق هذا الذين يعرف يسوق ما في حضران صح وديني وديني المستشفى بسرعة ولا شو وديك وديك ادخل ادخل الملكية ادخل الملكية أنا وري أمك يلا بخش بخش الملكية ايوه شاطر ثاني شاي انا اروق عليه بس تكفى الحق عليه ما بقى لي وقت والله اي بروح 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 ود من المستشفى من هنا تكفى الحين بوديك المستشفى احمد عندي اختصار ترى المستشفى مليان يا احمد معليه معليه اهم شيء بس اني اقوم ولا خذ لي اي مسعف كذا طارف نزل نزل بسرعه نوف بسرعه ما بقى الا دقيقه نوف تكفى شيلني يلا شايلك شايلك ما عليك سوري قطني عند الدكتور اللي قدام قال اول ما تخش غبنا غبني سي كيف كيف الصاروخ ما يلحق طيارته ما ابغى العب فورتنايت ما ابغى العب فورتنايت انا ريسب يا فاوي عبي عبي بسرعه عبلي عبلي انت عبلي تعب دمك ضغط عبي عبلي 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 هاي بسرعه بسرعه عبلي من الزر حقك هذا بطل الله يسعد امك مشي 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 يلا هلا هلا اخرى شباب احنا مشغولين عندنا حاله طارئه طيب طيب سير اطلب لي هليكوبتر الان سريع يا اخوي وصلني 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 اركب نواف اركب نواف ولا دقيقه انا بطلع موتور ياك طلعت دقيقه دقيقه جدي مكالمه دقيقه ناصر وينه ابغى ناصر انا الحين بدا كلم طيب بروح مقر العصابه ولا اصبر قبلها روح روح المدينه ثانيه روح المدينه ثانيه احمد روح المدينه ثانيه في عصابات بيبيعون روح وين هناك اي وحده ابغى افجره ابغى افجره والله اني بموت قبل لا افجره ما
في النوم تحط 35 مليون بالبنكي والله انك صادق. نواف تبي تدخل فلوسك في البنك ولا ضامن عمرك؟ ها نواف هلا هلا روح. لا لا مو مين مو مين هنا. ها ارجع ارجع المدينة الثانية بطلع مع الهاي واي. اي بس جاي من هنا. إيه خلاص يلا روح 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 يلا عليك عليك ضامن عمري بوشه بالضبط. معليش كنت اتكلم اقول بال 135 مليون تخليها معاك. اي 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 ما عليك ما عليك اسهل كيف فلوسك. انا 5 مليون اهم شيء مزبن 300 مليون بالبنك. الله يقطع سواقتي ما عمرها زانت. اربط الحزام بطير. ما عليك رابط الحزام ورابط كل شيء. لا خسيت عدم الموت مو بالان. انا المفروض اني قبل شوي فعلتها بس ما توقعت انه بيجيبني بالصاروخ الاول يا عيال. هد 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 احمد ما عليك سواقه سواقه هنا الشيم. هد 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 ارجع ارجع ازز بالنسبه 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 مقفلين مقفلين نسبه نسبه الهليكوبتر ورا احمد احمد هليكوبتر اقدر اوصل مسوي صقر. ها باقي ورانا هو الله يلعن ام ربنا والله انه ورانا يا نواف يا احمد. لا عاد كذا استهطاف والله كذا استهطاف كذا استهطاف. انت بتطلع لمين انت بتطلع لمين يا حمار يا ويلي. اطلع اطلع يمين اطلع يمين اطلع يمين يا ويلي يا ويلي يا ويلي اطلع يمين يا احمد اطلع. برجع برجع المدينه برجع المدينه. تطلع ليش ليش مطلعنا الحين مطلع ليش يا حمار احنا اثنين بس الحلال عشان عشان العصابه العصابه بدر بدر موجود بدر موجود الوزير. خلينا نشوف الوزير بس استاذن منه اخذ اخذ شويه عساكر والله بيذبحنا لو نطلع كذا ولا انه بيقلبها. بس الويتشر جاي هذا مو بسبام هذا مو بسبام. شوف في واحد تربيته ناقصه احاول انك تصقع باند. صراحه يعني لا تعليق والله. وش التربيه الخايسه هذه تربيه المجاري والبيارات. اصقع اصقع باند من الخوف صار في سوق والله انا طلعت سواقتي تو. خلاص خلص موضوعه. اي خلاص خلاص يلا. طيب الحين انت بتطلعنا عشان المقر حق العصابه. اي يا اخي عشان نشتريه ما عندي نطلع الحين. طيب خلنا ناخذ عدد معنا. ايش هذا كيف بنقول وش قصك عساكر؟ طيب شوف العساكر لازم نقردن. طيب موجود بدر. لا بدر مو موجود الحين بخلي يحضر بس ما ادري اذا هو استوى في بدر اللي بيساعدنا. ما يا حبيبي يا غالي ابو حميد. ها يا غالي بلاي الطريق شوي بوقف هنا. انا باركينج هذا باركينج يعني ما تصدمني وانا في الباركينج. طيب انا جاي اوقف. يا عسكري السلام عليكم. عسكري عسكري يا ابو حميد شكله يبغى نشيله سفري. نشيله والله شكرا نشيله سفري. لا اوكي مشاكل بعدين نحتاج تدري بنطلع لحالنا وقسما بالله اني لازم من الطياره من السياره وطلع الارض جو ودخلت زي المجنون والله. ايه نطلع لحالنا. لا لا بس اصبر اصبر شوي يا احمد احمد لازم لازم نجيب معنا احد. من بنجيب ما في ناصر وين راح؟ ناصر اختفى. دقيقه دقيقه انا بجيب واحد دقيقه بشوف هنا بس دقيقه. هو الحين ترى مستانس احسب انه حاشرنا يعني داخل. انا الحين اذا مو قاعد يطالع البث وينتظرني اطلع. لا تطلع لا تطلع احمد ارجع 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 انت كذا برم اتقل ذا بيجون العالم بيقعدون يهددون. والله بفعل خاصيه ترى بعد شوي شكلي. ها هذا يطلق علينا ليش؟ والله احنا خلاص 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 اطلع. اي خلاص اطلع اطلع ما عليك. بفجر ترى من الحين اقول معك ال ال معاي المتفجرات لكن ممتاز. ما ادري كيف بيسوي هو. ما عليك انت انا ترى بقلب المرصد الجيب. خربت علينا الحين بيطلع كنا لو احنا رايحين مع العصابه ماخذين المقر مو باصرف. يا حلو حلو سيد سيد من هنا حلو يمدينا نوصل مدينه ثانيه ما حد يدري عنه. بيطرحنا بيطرحنا والله بيطرحنا صدقني. الحين بيجيك الهليكوبتر من فوقنا تشوف. لا ما عليكم جايب هليكوبتر من فوقنا. ان جاء على طول اطلق عليه لا تخليه. انا سوي خلطت عيدروس شفته ماخذ الباص ترى هو اللي مع الباص عيدروس. لا عيدروس اللي مع الباص ورب الكعبه انه عيدروس تركت عليه بس ما ادري هو مات رسمي ولا ما مات.
مسوي خطه يقفل جسر عينه من قدام من ورا. اي شفته شفته الحمد حركه السحر. لو لو اني ثانيه واحده لو تاخرت فيها والله ان نحبس من الباص. وين وين بنروح الحين؟ سيد 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 ما اتوقع بنحصل اي احد هنا. اللي وين بتلقاه؟ وين؟ بجهة المهجورة. تروح المهجورة؟ جهة المهجورة. روح روح روح. مهجورة ورا. وين؟ ورا. فعل خاصية. الخاصية. خاصية شوي شباب. بقدر بدونها. أنا واثق بنفسي بقدر. بقدر بس لو ما أنخلط بالصواريخ. بقدر. قبل شوي القهر اني انا واقف عند السيارة بالضبط كان يبغى يفجر السيارة وجا فيني الصاروخ. لانك انت اصلا جنب الصاروخ على طول. ايه يا ولد ما بنحصل كذا والله. ولا انه زبن هج. لا مستحيل زبن. حقا. لا مستحيل مستحيل مستحيل. والله ما تدري ذا يا اخي مخه خبيث والله الخبث والخبائث. طيب ترى قتل بدون تهديد ها؟ اي ما عليك ما عليك مجهز اموري انا. سيارة صغيرة رسالة يسويها الاسد ترى المقر مطلوب وبعطيك سعر كويس خلنا نتفاوض بالطيب شبه الوسخ وعند مركز الشرطة بعد حفاظا على سلامة الطرفين. يا اخي اقسم بالله انه كذاب. امشي امشي وش اللي امشي 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 مركز الشرطة احمد احمد الان برسل رسائل للشرطة بقول لهم يحضرون. تستهبل يا سيارة واف احمد احمد اول ما يسوون حركه اول ما يسوون حركه يا ابن الحلال بنحاصرهم وخلاص يطيحون بيدك وناخذ مقرهم بدون ما نتفاوض وش رايك؟ يبغاني يسوي معاه تفاوض بمركز الشرطه بتفاوض اللي صار عند غسيل الاموال وش وضعه ذاك؟ هذا غسيل اموال قتل بدون تهديد منطقه غير امنه يمدي يسوي اللي يبي لكن مركز الشرطه يخاص يسوي اللي يبي فهمت؟ لانه في عساكر ها وش قلت؟ يلا بروح مع اقسم بالله اني ادري انه بيسوي يلا راح راح يلا راح ركز بعد وتشوف الحين الله اليوم معنا لاند كروزر اي ما عليك هذا الموتر عارف حتى بصدق يسوي كذا ترى شوف اي تهو دفع رباعي ايوه يسوي كذا شوف يسوي كذا بعد ما يجي شيء كويس اصلا راح ورا المركز طيب افعل الخاصيه احتياطا فعل الخاصيه والله هذا الباص اشوف اشوف جايبين منه والله خرجني من بطني اي فعل الخاصيه شوي ايش فعلها كما يبغى يبك انا عاكس صح الله يكفينا الشر بسم الله بسم الله لا 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 الظاهر اني شلت لي واحد سفري شلت لك ثلاثه انت الظاهر اطلع مع اطلع مع هذه النقزه ايوه ابشر بك كانك طلبت خير ابشر بك ايوه يا الله يلا الدور 14 ممتاز سليم انت سليم سليم الحمد لله اصبر انفخ 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 خلاص خلاص قربنا السياره يلا سيد اروح مركز الشرطه مركز الشرطه ورا ورا مركز الشرطه بعد وين لف يسار لف يسار خذ خذ يسار دور يعني على طول يسار يسار ودك نجيب زياد معنا يسار منا ايه جيب جيب زياد جيب زياد اجيبه هذا هو شباب منه هذا هو ايوه ايوه يا شيء ما شاء الله اي دروس ايش فيه كذا ايوه سيبك الله بس لك سؤال بس ليش قبل شوي الطياره تلحقنا انت اللي بديت تطلق يا اخي يا الكذاب الرد الصعب صاعين انت اللي كنت مجهز ناس بالسطح يا الوسخ والله اني داري انه ما وراك شيء مو تبعي والله انه مو تبعي طلقوا علي حتى انا وعلى الهليكوبتر حقتك كسر القزاز اي مو تبعي طيب يلا بس ايش عندك راكب موتر حكومه انت ليه لحقتنا اجل المهم ايوه المقر اتفقنا 225 الف مليون 225 الف مليون اي اي 225 الف 225 مليون تبيني اعطيك اياها نعم بس يلا. خلاص بوديك المقر بوديك المقر يلا وينه عشان نواف ولا مو بعشانك ترى يلا ورني المقر يلا وين المقر تي وين المقر وين موجود في المنطقه لك. علمني في منطقة هو برا يعني نحدد لك ولا لا لا قريب ورا شوف الجبال ذيك ورا يلا 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 بنجي معك معك الفلوس يلا. كاش اي معي اي مجهزة متأكد ايوه اي يا ابن الحلال
اسمع والله لا افجر اول ما نوصل المقر اقول لك. قال ايش 250 الف مليون. طيب يا ايدروس مسوي مسوي باص ها؟ اي مسوي حشرة. امشي امشي حرك حرك. اي اشوف 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 هنا ذا مدري اصف صخره خلنا نوقفهم بدي اوقفهم اشوف ترى خلنا راح اسوي ده عشان لو قتلك ما بيقتلني بفعل خاصيه يا عيال ايش فيكم ولا بفعل خاصيه من الحين يما في غدره بتصير انا داري خاصيه تفعيل ناصر نام والله شكله ناصر نام شكله ناصر لقم ورقة تبي سوق عنك ايوه سوق عني اي سوق 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 عني سوق عني انا بكلم يلا كذا ناس من الشباب جنبي ساكنين يلا اصبر يا سي يا سي وقف وقف شوي سي وقف وقف هي ذا والله بيطلعنا الجبل صدق يا الله صوت عيد روس يا سي من اللي معاكم ورا الثالث وراء ايه ضيف شرف اي طيب ناصر معهم تخيلوا ناصر معهم يا تخيلوا ناصر معهم بندر مستحيل ايه والله لو ان تعرفون سابع المستحيلات تعرفون سابع المستحيلات السابع عاد اكثر واحد ما يداني سي اي وعيدروس في اللعب ناصر اكثر مني يا ولد شوف مقره ايه والله دامس هذه حركة عيدروس اصبر اصبر هذه عيدروس عيدروس مقفل هنا ارجع ارجع ابو حميد ها ها اصبر شلون طيب خذ القرية يعني هم مقفلين طريق ذا ناخذ لفه من ورا خلاص يلا يلا صيانه يا اخي البلديه ذي الله ياخذها ما ادري انا بديت كل مالي ابدا يعني اشك اكثر يعني يا عيدروس هتخليني اذبحك الذبحه الثالثه اصص شكرا على سبسكرايب يا جوست شكرا على سبسكرايب يا رينوكس شكرا على الدونيشن يا علي من وين يبغى يجيبنا الو هلا هلا معاك من وين يبغى يجيبنا الحين من وين يبغى يجيبنا ما ادري عدنا يقول لي بي ودينا من ورا وين راح جاهز ار بي جي هلا بدون ار بي جي الخاصيه مفعله الحين لو يجيب نووي نووي ادري عنك اشتراني عنك وين ذا مفوض فوق اها قلنا حركات عيدروس شباب بس ما تطلعوا من ورا يقول لف من ورا طيب اطلع الجبل اقلب اقلب اجيب هذا هو هذا هو قدام ما شاء الله تبارك الله عيدروس معهم حس انصحك تحط فلوس في البنك ما اقدر ياخذها والله ما اقدر عيال ما عليكم 300 مليون هذه المفروض اني اقدر اشتري فيها المقر والعصابه لكن 5 مليون هذه الزمن يمسكها لو يموت احمد انت خاصيه مشغل للسياره ولا لنفسك لنفسي لا شيلها ليش ليش كلنا شايلين الله يلعن ام القهر يا نواف والله لو لوتني لا بنت اكفى لا لا ما عليك طعم القهر والله العظيم قهر صدق الحين نواف طيب ما دام كذا الوضع خلنا نكلم احد يا نواف نكلم زياد يا اخي كلم اي احد وش اللي يبوي هم اكثر منا بعد وما ندري وين بيودونا دقيقه دقيقه قول له يصبر الله هنا بطفي الخاصيه الله هنا يجي احد معنا عسكري مين عسكري؟ حرك حرك اوكي زياد زياد هلا شلون جيت كذا؟ اسانسير ما في مشكلة الله هنا كركب اركب انا واحمد رايحين ما شاء الله تبارك الله زياد طلعت في العسكرية من متى؟ اي قوات خاصة اي كان قوات خاصة طيب جيب لنا من قوات خاصة شوي تبي شو اسمه فرقة تجيك؟
بتكون يعني سبير احتياطا. خلاص الحين اجهزها ما الحقكم. يلا اسمع قلت لك لوكيشن نواف. اوكي ارسل لي نواف. خلاص الحين متى زيادة العسكرية يا نواف؟ من اول هو مباحث هو الحين ما ادري وشو عسكرية طلع من الاصابة. قاعدين نضبط وسطات. ايوه هذا وين راحوا؟ ما ادري عنه. اشوفك اشوفك كم شمس. هذا بوري حقك احمد؟ لا حقه هو. هذا حقي. اي انا معدل. ايوه حقك. عشان ما يشكون اني سرية. اذا ضغطت اي ترى تشتغل الصفات. انا احس ان ما شاء الله كل شوي جاي يحبون هذا الجبل. قبل شوي جو من وراء الحين جو. عيدروس مسوي ذيب الحين. خل. عيدروس تبي ظفر الحاكم؟ وسوس. تبي ظفر الحاكم عيدروس؟ لا تكلم لا تكلم اترك اترك اتفاهم معه الحين زي بدر وزير. ايوه بدر وزير شكل زيادة المباحث لان في صدق العيال متقسمين فالى الان ما ادري وين بدر ضفوه. بدر موجود بدر موجود يا نواف. انا نواف بدر موجود. بدر كلمته 40 مرة وارجع اكلمه. والله اني مدري اذا وين يودينا صدق يودينا الكهف. ما كنا طريق الكهف حقه. لا لا طريق الكهف مو بهنا. اصبر دقيقه. لا اشوى اشوى ناصر يمكننا راقد يا عيال ما اقدر اسحبه. انا قلت لهم اني ما راح اكلمكم ابدا خارج السيناريو يعني اللي موجود في السيرفر واللي بيكمل يعني بيكمل معانا. وسعد ما ادري وين. والله سعد ودي اكلمه. كلم كلم فايز تكفى كلم فايز. وش ذا مقره وشو ذا؟ نحتل دولة من هذه يا أحمد. يا ولد هذا مو بمقر ناس مقر حكومة. حقه بالله نواف. والله ما أدري توني أدري منك. لا تدخل لا تدخل أرجع 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 أرجع. ليه 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 ليه. أنزل أرجع. لا تدخل السيارة لا تدخل السيارة. ليه ما ندخلها أنا بنشوف. ما تدخل سيارتك هنا ممنوع. أنزل. أنزل ولا أحمد. ما أدري خلينا نشوف أنزل. أي دروس شل عليك أرجع أرجع. طيب سيم من الحين أقول لك اسمع. هلا. بمشي وانا مطلع سلاحي. ايش دعوه شف بمشي بطقه اصبع بطقه اصبع اخلي ذي تنفضك. طيب الله يقويك. انا قبل لا تنفضي بنفضك معي. تبي تبيع المقر هذا صح؟ اي نعم. خلاص خلينا نشوف مالي في السياره. ضيف شرف يا اخوي. امشي امشي واخر 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 عيد راس ترى بفلت عليك. لا 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 بس مالي في السياره يا اخو. يا الله يا نواف تفهم مع الكرت حقي لا جاي يحقق ولا يشتري ولا شبي بالله. طيب طيب بجي بجي بس بس انا شايل هم الخباثة اللي بتطلع منك. ايوه وكم تبي تبيعه؟ قلنا لك 225 مليون بس الطيارتين اللي هنا خارج الحسبة. خاص الطيارتين اللي هنا. لا 225 مليون كثير 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 مرة كثير. شوف كم مساحته 22000 23000 متر مربع. يا ام جامد مره والله العظيم. والله انه جامد مره جامد مره جامد مره خرافي بن بق كلب مره. والله انه جامد مره. ها ناخذه. يلا يلا مشينا. يا اخي ما ابغى اشتري شيء من سيء. وشو ما ابغى اشتري شيء من سيء. هو شيء بنكسب احنا منه. ها يا عيال تبي شلوطه شلوطه انت استشير اللي عندك. ناخذ يا شباب. كبير حب تزبد فيه الضباط راحتك. اكيد بعد ابشيك. وش هذا وش ذا؟ هذا تبع البيعه لا 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 خارجه خارجه دي. لا انا باخذها مع اللي فيه. مواد كيميائيه دي ما تصلح لك. الاسلحه دي بنعطيك مو مش رب الكعبة انه فخم مرة. ها نعتمده 250 مليون. يا والله ما ابغى ابيع شيء لسي. والله اني ما ابغى ابيع ما ابغى اشتري شيء منه. تكفون تكفون اسمعوا مني. انا ادري انكم تبونه لكن انا من نفسي ما ابغى اشتري منه شيء. ماني مرتاح يا عيال ماني مرتاح. شفت قبل شوي يوم يقول ان هذولاك طرقوا علي كذاب
كذاب كذاب نصاب. اوه عرفت المكان هذا صار حقه الحين. نواف ايش رايك؟ والله جامد. انت ايش رايك؟ ايش راي اللي عندك؟ والله ما ادري نواف. اللي عندك ما قالوا شيء؟ اللي عندي ما نص نص يبغون اللي عندي اغلبهم. يا اخي شوف هو شوف هو ابن لذينه حق تزبين حق انك مره جامد مره. ايه انت خلاص انزل انزل. ايش تبغى ايش تبغى؟ ما خلصها قاعدين نتكلم لو سمحت. انزل تعال خلينا نخلص كلامنا. نبي نخلص كلامنا ثم نجي. عيدروس والله مشاكل معك يا عيدروس لو سمحت. اسمع انت يا عيدروس قلنا والله مشاكل معك. معك دقيقتين. شوف يا نواف غيرت رايكم الحين ها؟ طيب ناخذه لكن لازم نعطيه شرط عشان نعتمد انه ما يصير فيه قدره. وش الشرط؟ ما يطلع ولا شيء من المعدات اللي فيه. يخليها عندنا لمده لا ايش شرط الزق؟ وش المده وش هو؟ ما ابغى محاجة. حاجه بحيث انه نضمن انه ما نشوفه فيه. فهمت انه ما يرجع للمكان هذا. حلو حلو. طيب يعني اقول لكم الان يكون ماسك عليه شيء. فهمت يكون ماسك عليه. حلو. ادخلها. شفت شفت قبل شيء قبل شيء قال هو هذه لا خلها بيها. أيوة. اللي تحت. ايوه هذه نخليها عندنا. طيب تعال يلا بكاسر بالبدايه. ها يلا كاسر كاسر يا سي. عيدروس وين سي؟ سي مو موجود. تعال تعال. وش اللي سي مو موجود؟ وين راح؟ وين راح؟ هذا اللي في الباص. انا لا 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 ورب الكعبة انكم بتخسرون. لا والله لو تخلط بيدك ورجلك ما تذبحني. والله لو تخلط بيدك ورجلك ما تذبحني لا انت ولا هو. رواب يا خبيث رواب يا خبيث. اخلط اخلط انا ربيك واخلط. ايوه ايوه يا سي. يلا نرجع ارجع ورا. يلا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا 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 نبقاهم خلاص. حتى انا حتى انا عيدروس ساحرني مالك كذا نظام ساحرني مالك. طيب تعال ما شاء الله. من وين اللي كانت الدرع اللي لابس؟ لا 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 نزل نزل. عيدروس قم يا اخوي. تكفى ابغى اشيله. يلعن امك قبل ما اقدر. ولد خطفنا ذا احمد. احمد احمد يذبنا في البحر. احمد لا 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 عيدروس اصبر 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 اصبر. سيسين دقيقه سيسين دقيقه بس دقيقه. عندي اتصال يا ثواني بس ثواني. نوري امك ورب الكعبة لذبحك. يلعن ام الغبنة يلعن ام الغبنة. يلا القم 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 والقم. انت بعد وينك انت؟ وانت القم بعد انت القم بعد. تعال 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 ما انت برايح مكان. خلاص 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 خلنا نكمل خلنا نكمل تفاوض المقر. ايوه تبيه ولا لا؟ المقر. انزل من السياره. خلاص الحين انا ارتحت الحمد لله. انا اوري امك الرول بلاي. تبي رول بلاي انت صح؟ طيب انا اوريك الرول بلاي. يا اخي كنا في رول بلاي صار. طيب دقيقه تبغى رول بلاي؟ انا اضرب لك ام رول بلاي بعصا. وينك مره ثانيه؟ تعال رول بلاي. ها رواف رواف نزلني نزل 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 رواف نزلني. رواف ما راح افك من الكبش لما تنزلني. طيب جابك ربي. تعال وين برج خليفة؟ انا ها يا سي وين برج خليفة؟ تبيها كذا؟ انا اوريك. انا اسمعك ترى
احمد بعيد. احمد احمد انا ما اعطيه ايش دخلني يا سويح. دقيقه انا واقف بك ما اشوف الارض. شوف انا اول واحد يعني اول واحد بطيح احسبها انا اول واحد بطيح. طيب كيف اسوي برمي والله ارمي. احمد انا معه احمد خليه يفكني. طيب فكم فكم. عادي نموت كلنا. نموت كلنا ولا اموت لحالي. انا اوري امكم الرول بلاي. وصلوا الرول بلاي. متوا؟ لا ما مت انا. حتى شعري صار اخضر. ماسكنا. ها يا سيه. كيف الوضع؟ اسمع. ها. خلنا نخليها سباق هارون. تدري نواف. اذا فزت علي بعطيك المقر. نواف سوي لي اعلان. خلاص فك يا ولد. ايوه. بيع الان سي اي عند الحديقة الملكية. يلا. العلم القهر احمد متكلبش انا. لا ما متكلبش خلاص بسوي اعلان. انا اوريك يا رواف والله يا رواف لا اوريك اذا ما خليتهم يذبحونك في السلسله الجايه. ايوه اعطني هذا. ما شاء الله ما شاء الله. خليك معنا كذا معلق. الحمد لله اني فعلتها. الحمد لله الحمد لله. نواف نواف هذا اللي يقول ما حد يفعل. ها شفت ايش قلت لك انا. احمد وانت تطير أيوة. ترى لازم توقف عشان نسمعك. اه طيب ايش قلت لك انا عن خاصيه التفعيل؟ حتى انا مفعل خاصيات. ايوه ايوه انا كنت داري قبلها. انا داري ترى للحين ما رميت اي دروس عليك. ما فلتته. اها ما فلتته للحين. فخر على الملكيه. وش اللي يعني. دروس خلاص الحين انت ببيعك بسلمك الواحد ببيعك ب 50 مليون وبروح اخذ مقرك. يعني ما بديور داير ولا بفلته ترى. ايش بيسوي؟ تراك برا. ليش بيسوي يعني؟ ما تدري. يمكن يحولك بسة. الله عصفور. هذا شو وضع سواق الباص؟ ما ادري. خل باصنا وقف وقف. اسكت يا اسكت يا عدروس ابيعك معاه. بس. انا اوريك. طيب انا معاه مجانا ولا وش؟ لا انا ابغاه ينزل كو. نزل نواف. نزلني سيار. السلام عليكم. اصبر يا شباب. سيان نزلني. سيان نزلني. لا لا ما تنزل من يدي. تعال ما تنزل من يدي. سيان سيان ما ابغى اشيلك. يا عيدروس. عيدروس اطلع منها. رواف اطلع منها. نزل نزل خوي. نزل خوي. نزلني يا. سيان نزلني. سيان ما بيسب. سيان نزلني. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ بشريش. انا اوريك يا رواف. رواف اقسم بالله اني اعذبك. اصبر علي بس خليني اخلص من الزعاج. خلاص بدون زعاج. 50000 يا رب عيدي 50000. طيب يا طويل العمر قلنا بدون زعاج. باقي ما خلصنا. يا سيدي هذا الصام اللي بيفقع والله ما تروح. فكك كلش والله يا سيدي. كلش احمد وخطفني. طيب اوكي انا جيت بيدي. يا عمري يا عمري. لا بسرعه بسرعه. يا اخي لا تسوي ستريم ماب يا عيال. لا تسوي ستريم ماب. يا شباب صوت بالله ثواني. ليش؟ كم رقم كم رقم كم رقم كم رقم شيء يا عيال. لا تسوي ستريم لامس. اوكي اوه والله ابيك رج. كم رقم شيء نواف؟ عليكم وين سي اي يجي. يا شباب لو سمحتوا اخر بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اها من وينكم سنصير؟ اي عندنا سنصيرات احنا. خلاص انا نواف خلاص ما احتاج. لا تسجل لا تسجل. ابي 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 ابيعك. لا نواف كلبشتي انا فكر. لا تيجي تيجي اوكي نواف اوكي نواف. وخر 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 يا شيخ لو سمحت وخر شيء. يا حضرة اللي بيبيع. وخر يا اخي وخر يا اخي. اسمع يا عيال لا تقول روح. يلا ركض روح بسرعة. طيب تعال معك شريك. طيب يا اخوان اللي يجيب لي سي اي له 100 مليون. اللي يجيب لي سي اي له 100 مليون. يا خلاص وخر شيء. جيب سي اي بس عندي 100 مليون. انا تعال انا 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 وخر 100 مليون على راسي 50 مليون على راسي. هذا عندي هذا عندي جبته. هذا هذا 100 مليون جبته. وين يا زياد؟ هذا قدامي شوفه جبته. جبته جيبه. هذا شيء يعطيكم العافيه. اقدر اروح اجيبه بشكل يا بلد الغامضه. الله لا يهينكم ما بيزعج. الله يعطيكم العافيه يا اخوان. طيب كلكم رجعوا كلكم رجعوا ورا يا اخوان. ارجعوا ارجعوا ورا ارجعوا ورا. طيب ممكن سؤال؟
لا 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 اسر الان قفلناها شوي نفتح باب الاسئله ايش سوحت يلا يلا عيدروس هلا عيوني عيدروس انت ها اوكي تبغى تبغى سي اي عيدروس اي بشتري جيب 100 مليون الان هنا جيب 100 مليون لا 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 عيدروس بدا السحر انا معي لا 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 ابغى اشتري طيب ما لي حق يعني وين ال 100 مليون كيس بصل ها البيع كيس بصل تمشي ولا لا يقطع ام الظلم انا معي 144 الف رايح اشتري 100 مليون وين هي عسكري نزلني على رجولي لا يعطيك العافيه ترى ياخذ الاه يسوي فيه اللي يبغى يشتري لا لا ما راح انزله ما عليك زياد لك عسكري لك 2 مليون هذه عسكري نزله والله ولا بعطيك انا بعطيك ذا المبلغ يا احمد ما عليك بعطيك مليون يا عسكري نزله وين الفلوس جيب الفلوس اول لا تنزله خلي نزله بشوف انه سليم لا سليم قدامك مكتوبه ما في الا ما في الا العاده اذا ما يموت ذا طيب دقيقة انت قاعد تستغفر انت ليش تنزل زياد واخر شوية واخر يا اخي ابعد 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 اللي احد يقرب ابعد ابعد ايوه خلاص قلب خنزير حولتها بقرة ابركب 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 حولتها بقرة انا ابغى ال 100 مليون وهذا حطه بقرة انا ما قبل هذا وشو والله يلعن ام القهر والله يلعن ام القهر يا سي سي بيجيك أوه. يوم ابشيل منك المنيو تجي بسوي فيك الحيوان يصلي شو تتعذب والله بتتعذب يا سي اصبر علي مسموحكم تذبحونه مسموحكم تسوي فيه تبغى تعال نوف تعال خلهم يلعبون فيه يجننونه خلهم كلهم يركبون فوق المواطنين ايوه خلاب هذا كيف يجي في كل مكان خلنا نبعد بعيد هنا تدري انا ليش شايل كنت نزل 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 طيب يا شباب ما راح اقفل البث بس بقول لكم ان ودي السيريات الجايه تكون بدون القدمود عشان اخذ راحتي بدون القدمود بدون المنيو يا اخي يا اخي ليش سي قبل شوي يبي يغدر فيني يبي يغدر فيني وانا قاعد اسوي سيناريو معقول في قهر عشان كذا الرول بلاي قاعد يبكي ويصيح ويصايح ولا لازم نعدلها عموما البث ما راح اقفل الان الله يعطيكم العافيه كل اللي حضرتوا معانا جراند لكن الان راح نحول من جراند بنغير اللعبه بروح لعبه ثانيه تبون نلعب لعبه رعب لعبنا لعبه رعب تبون نلعب فورتنايت لعبنا فورتنايت بس جراند بوقفها الان بنكمل البث الجاي لجراند بسيناريو يعني بيكون في سيناريو مرتب له هذا بس كان فقط تعريفي للشباب وكذا والامور اللي موجوده فيه فهذه الزبده باذن الله تبون رعب يلا قدام اعطوني اللعبه تذكرون اللعبه اللي لعبتها يا عيال خلينا نشوف نزلت منها الجزء الثاني دقيقه تذكرون اللعبه اللي نزلت عنها مقطع في اليوتيوب وش كان اسمها شونغ اكس بونغ رعب هذه ايش اسمها يا عيال ذكروني بالله اعطوني اسمها يا عيال جامده هذه جامده حقت سبرايزات في واحد اصلي لعبه رعب هنا مين خالد تبي لعبه رعب حلوه مش خرافي وشو بس ما ابغى شيء تختيم يا خالد لا 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 يتمين ما ابغى كود الحين ايميلي وانتس تو بلاي ايميلي وانتس تو بلاي هذه ما كنا ننزل عنها بندرتها يا عيال اللي ايميلي وانتس تو بلاي تبون ها شوي 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 يا ربي لك الحمد الحمد لله من فضل الله ها والله شكلها جامد Markiplier and welcome to Emily. لا لا ما ابغى اشوفها. ها نلعبها يلا. Emily wants to play. إذا موافقين حطوا 10 حملها الآن. إن شاء الله أنها موجودة في ستيم بس. ها موافقين. بسرعة قبل لا ينام أبوي، لأن لو نام أبوي ما عاد أقدر ألعب. Ghost of Tomorrow اوكي يلا يلا حملناها 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 تم 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 ايميلي
وانا مدري ايش بلاي شو اسمها كنترول في ولا مو بهنا هي باللايبرري لا بالستور ستور نشوف هذه صح 17 ريال يلا لا تطلعون لا تطلعون خلوني اشتري You must agree. Okay. يلا شريناها. احمد شوف تويتر ليش لا احد يقول لي في بث يا عيال شوف وشوف وشوف ما اقدر اوقف البث واروح اشوف لعبه ثانيه اشوف شيء ثاني اللعبه هذه قصير حجمها بنخلصها الان بسرعه وبنحملها ان شاء الله ان شاء الله ما تطلع من اللعبه اللي بس تبيك تصايح يعني ما فيها يعني ما فيها كذا توقع وتفكر جاء فيصل يوم قلنا رعب جاك مطفي نوره اول ما قلنا رعب جاك مطفي نوره اذا طلعت جامده نزل عنها مقطع يوتيوب ثواني بجي ايوه لا احد يقول غيروا اسم اللعبه خلاص غيرنا حلو جي ممتاز اكسلنت جود لك مبروك السب الله يبارك فيك خلنا نشوف السب والذا قبل نبدا شكرا يا ما ابغى العب فورتنايت خليني اكمل شكرا يا A974N شكرا على الريسب واو 11 شهر الله يسعدك ويلكم يا حبيبي ومنور وحياك الله وبياك الله وجعل الجنه ان شاء الله مثواك الله والله يا عيالي لعبة الرعب اللي لعبتها هذيك المرة انها على كثر ما هي يعني حلوة وتخوف الا انها ممتعة السلام عليكم ولكم يا بطاطس وعليكم السلام فبنلعب اللعبة هذه اللي ما ابغى اشوف عنها اي تريلر ولا شيء عشان ما احرق على نفسي واذا جازت لنا بنعطيها حقها وبنكمل فيها لين ما نجيب مقطع يوتيوب اللي جاء عشان جراند خلاص حولنا رعب إيه شوي انا ستريمر جديد واتمنى تدعمني يا ابو بنك هذا حسابي في تويتش والله يا ناصر شوف الدعم عشان تكون بالصوره انا ما ادعم شخص عشان دونيشن عشان الكل ما يعني اللي بيدعمني بدونيشن هذا معناته انه يبغى يدعم احمد شونك اكس بونك يعني ابغى الخير له ويبغى يدعمه لكن اذا بتسوي دونيشن عشان ادعمك انا ما اقدر اعذر منك في هذا الشيء لانه ما ابغى افتح الباب هذا فهمت طف النور والزمن انا ما طف النور اللي تلعب عيال معليش انا ما يجي قاعد اعذب نفسي يعني شويه كذا تطريح وتقفيط وخوف